السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم عروض الدانوب اليوم في فيديو قصير جدا بنوضح فيها المنتجات اللي هي مهمة ومميزة جدا 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 جدا. النهاردة يوم 10 فبراير 2021 يوم الأربعاء بالليل، بنوضح في الفيديو المميز ده المنتجات اللي أسعارها مميزة جدا جدا جدا. عندنا أول حاجة اللي هو دجاج مجمد، الكرتونة فيها 10 حبات، وزن الفرخة 1300 جرام، 1300 جرام، نازلة من 173 ل 109.5، عرض مميز جدا، عرض مميز جدا جدا. بنشوف المنتج اللي بعده، عندك جبنة موزاريلا داري 1 كيلو، جبنة موزاريلا مبشور، نازلة من 45 95 هللة ل21.5 ريال، سعر مميز جدا. وليك 3 حبات، هم محددين الكمية، ليك 3 حبات فقط في الفاتورة بسعر 21.5. المنتج اللي بعده عندك زيت حياة، زيت طبخ حياة 1.5 لتر، نازل من 14.25 ريال ل8.95 ريال، يعتبر سعره مميز جدا، بيتباع في كل مكان اغلى من كده، وسعره مميز جدا للناس اللي بيستخدموا هذا النوع من الزيت. في برضو ناس بتحب ارز بسمتي ابيض بنجابي الشعلان 10 كيلو، نازل من 81.5 ريال ل57.95 ريال، سعر مميز جدا جدا جدا، من الأسعار المميزة هذا الأسبوع في الدانوب. ليك عدد 3 أكياس في الفاتورة. في نوع من المية ده اللي هو قليل الصوديوم، احنا عارفين اهم حاجة بتشوفها في المنتج بتاع المية انها تكون كل ما كان الصوديوم اقل بيكون افضل من الناحية الصحية، نازلة من 11.5 ل7.95 ريال، 124 حبة في 200 ملي، 200 ملي. الكورن فليكس، 750 جرام، اللي هو الاخضر ده اللي الناس كلها بتحبه وعليه اقبال كبير جدا من الناس، نازل من 33.25، نازل ل13.5 ريال، سعر مميز جدا جدا. في باندا هتلاقيه ب17 ريال، وفي كل مكان هتلاقيه اغلى من كده، وفي الجملة هتلاقيه اغلى من كده، سعره ممتاز ممتاز ممتاز، 13.5 ريال للناس اللي بتحب تجيب الكورن فليكس للاطفال. في كاتشب الطماطم هاينز 1.25 كيلو، نازل من 32.5 ل13.5 ريال، ده افضل نوع في الكاتشب، من حيث طبعا انت لو قريت المكونات بتاعته مش هتلاقي فيه مواد حافظة، اللي هي بنزوات الصوديوم مش هتلاقيها موجودة فيه. ليك ان انت تاخد 3 حبات في الفاتورة، وسعره ممتاز ممتاز ممتاز، اكتر من 50% خصم او تخفيض اكتر من 50%. عندك شوكولاتة متنوعة 50 جرام، تويكس ومارس وسنيكر وباونتي، المجموعة 4 حبات، نازلة من 14 ريال ل7.95 ريال، يعني الواحدة ب2 ريال، في البقالة او في السعر العادي الواحدة ب3.5 ريال، نازلة حوالي 1.5 ريال، يعني 2 ريال للواحدة، 7.95 ريال. الاسبوع اللي فات كانوا نازلين الاربعة ب5.5، طبعا من الاقبال للناس عليها زودوها، خلوها 7.95 ريال، ليك ان انت تاخد 3 مجموعات، يعني 3 × 4 ب12، ليك ان انت تاخد 12 حبة في الفاتورة. طبعا في نوع من الزبدة، نوع طبعا جميل جدا، 3 حبات ب10.95 ريال بدلا من 17.25 ريال، ليك ان انت تاخد 3 مجموعات، المجموعة 3 حبات، يعني 3 × 3 ب9، ليك ان انت تاخد 9 حبات، الواحدة بس وزنها 100 جرام، 100 جرام.
ال 13 ريال 95 هللة، يعني يعتبر برضو من العروض المميزة جدا جدا جدا. في عندك الناس اللي بتحب الأندومي، الأندومي في الخمس حبات ب 6 ريال 95 هللة بدلا من 13 ريال 75 هللة. في كل مكان بينزلوا الخمسة ب 10 ريال، وفي بينزل ب 12، وفي بينزل ب 11، وفي بينزل يعني لما بيكون عرض قوي جدا كان بينزل الخمسة ب 9 ريال أو 8 ريال. نازلين في الدانوب الأسبوع ده النهاردة 10 فبراير، نازلين في الدانوب، نازلين الخمسة ب 6 ريال 95 هللة. ليك ان انت تاخد ثلاث مجموعات، المجموعة زي ما قلنا موضحة هنا، المجموعة خمس حبات، ليك ان انت تاخد ثلاث مجموعات، يعني 3 في 5 ليك تاخد 15 حبة، 15 حبة ليك ان انت تاخدها في الفاتورة. نخلي بالنا من المجموعة اللي هي خمس حبات بسعر كذا، ناخد لو خدت اكتر من ثلاث مجموعات بيتحسب لك بالسعر الاصلي، هيتحسب لك ب 13 ريال 75 هلل الخمسة. فانت تخلي بالك من الحتة دي عشان ما تروحش الفاتورة تلاقيها مبلغ كبير وتقول ده انا ما خدتش العرض، وتراجع الفاتورة عادة بعد ما تخلص من الحسابات، تقف كده تراجع الفاتورة عشان بيكون في اخطاء، لان هنا في كميات محددة والسيستم بيمشي على الكميات المحددة. في كريمة الصافي، كريمة الصافي 1 لتر متعددة الاستخدام، كريمة الصافي نازلة من 27.5 نازلة ل 16 ريال ونص. دي نوعها من الأنواع المطلوبة والأنواع الجيدة والأنواع الكويسة. ليك إن أنت تاخد ثلاث حبات في الفاتورة، ليك إن أنت تاخد ثلاث حبات في الفاتورة. في زيت زيتون اسمه زيت زيتون الباشا 500 ملي، نازل من 17 ريال 75 هللة ل 7 ريال 95 هللة، يعني يعتبر نازل أكتر من نص السعر. 500 ملي اسمه زيت زيتون الباشا. في صلصة البرجر جودي 290 ملي، نازلة من 15 ريال ل 7 ريال 95 هللة، ليك إن أنت تاخد 3 حبات في الفاتورة، برضو سعر مميز جدا. في حليب مجفف نسلة 2 كيلو، نازل من 52.75 هللة ل 31.95 هللة، ونفس المنتج ده موجود في بندا بنفس السعر ونفس العرض. لو ما لقيتوش في الدانوب هتلاقيه في بندا، ولو ما لقيتوش في بندا هتلاقيه في الدانوب. في شوكولاتة رافيليو 15 حبة، وزنها 150 جرام، نازلة ده من أنواع الشوكولاتة اللي الناس بتحبها جدا، نازلة من 21.5 ل 11.5، يعتبر 50%. ليك إن أنت تاخد 3 حبات بالسعر ده، هتلاقيها في كل الأماكن، نازلة أكتر من كده يعني، في باندا نازلة سعرها أكبر من كده، يعني أقل سعر في السوق هتلاقيه في الدانوب بالنسبة للشوكولاتة دي. في طبعا شوكولاتة جالاكسي 36 و6 مجاني، يعني 42 حبة، نازلين من 45 ريال ل 27.95 هللة. في بطاطس برينجلز 70 جرام 3 حبات، نازلين من 18 ريال ل 10 ريال 95 هللة. وفي عرض برضو على رقائق هشة السنبولة 400 جرام 3 حبات، نازلين من 26 ل 13 ريال 95 هللة، يعتبر نازل نص التمن. في فراولة مونتانا 1 كيلو، الحبتين نازلين من 23 ل 13 ريال 95 هللة، يعني ال2 كيلو نازلين ب 13 ريال 95 هللة. ليك ان انت تاخد 3 مجموعات، المجموعة 2 يعني 2 في 3 ب 6. في جبنة بريزيدين 500 جرام 500 جرام الحبة نازلة من 19 ريال ل 9 95 هللة. في بالقشطة وفي بالشيدر، ودي من الأنواع اللي الناس بتحبها جدا. في حفاضات بنتس هجيز حفاضات هجيز نازلة من 64.5 ل 29.95 هللة، لكن انت تاخد 3 حبات الحد الأقصى، تاخد 3 حبات، وطبعا ده سعر مميز جدا، أكتر من
50%. فالحفاضات في الدانوب يا جماعة في عرض قوي جدا على النوع ده من الحفاضات، نازل من 64.5 ل 29.95 هللة. في الطايد، في نوعين من الطايد اللي هو 2.5 كيلو، وفي ال 2.25 كيلو نازل من 43 ل 16.95 هللة الحبة، ليك ان انت تاخد 3 حبات. في شامبو دوف، ده من الانواع المطلوبة جدا ومميزة جدا، 600 جرام نازل من 29.5 ل 15.95 هللة. شامبو دوف، تخلي بالك عشان في شامبو وفي بلسم. ده الشامبو يعني، البلسم مش هو اللي نزل عليه العرض، العرض نزل على الشامبو. شامبو دوف 600 مللي. في مناديل كلينكس 6 في 90 منديل، نازلين من 19 ريال ل 12.95 هللة. في معقم اليدين كوزومو 120 مللي، الحبتين نازلين من 43 ريال ل 19.95 هللة. معقم يدين. في سائل كومفورت 3 لتر، نازلين من 32.75 هللة، نازلين لكام؟ ل 15.5 ريال، ل 15.5 ريال. دي أهم العروض الموجودة الأسبوع ده في الدانوب، في كذا منتج بسعر مميز وممتاز جدا جدا جدا، ونتمنى إن احنا نكون قدمناهم بطريقة تنال إعجابكم ونكون أفدناكم. نتمنى منكم إن انتوا تدعمونا بالاشتراك في القناة، وإن انتوا تدوس على لايك، تدي لايك وتشترك في القناة وتشارك الفيديو، عشان خاطر الموضوع ده بيفرق جدا وبيحفزنا وبيخلينا نستمر في ان احنا نقدم لكم كل جديد. وده كان عرض الاهم المنتجات بالاسعار المميزة في الدانوب، لعرض يوم الاربع لمدة اسبوع بداية من 10 فبراير. وتحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.